السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن انهيار العمله المحليه امام العملات الاجنبيه، وما هي المعالجات التي يمكن ان تقدمها الحكومه لايقاف هذا التدهور. إذن يواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في مختلف المحافظات، وبحسب مصرفيين في عدن فإن سعر الدولار الواحد وصل إلى 560 ريال، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 145 ريال. يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه البنك المركزي اليمني إجراءات عدة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: الأول أسباب انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وفي المحور الثاني سنتحدث عن أنه كيف يمكن إيقاف هذا التدهور وإعادة الدورة الاقتصادية إلى ما كانت عليه. سنتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بشكل متسارع يهوي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في تدهور جديد، وصل فيه سعر الدولار الواحد إلى نحو 560 ريالاً، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 145 ريالا. هذا الانهيار انعكس في المقابل على ارتفاع أسعار السلع المختلفة في ظل أزمة اقتصادية تعصف بأوضاع المواطنين في بلد يحتاج أكثر من 70% من سكانه لمساعدات إنسانية، وأكثر من 8 ملايين مهددون بالمجاعة. وبالنظر إلى مسببات هذا التدهور، يقول اقتصاديون إن عملية طبع العملة المستمرة دون أي غطاء من النقد الأجنبي يمثل سبباً رئيسياً لرفع معدلات التضخم، حيث يزداد عرض الريال اليمني مقابل شح العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، وكلما زاد الطلب على العملات الأجنبية كلما زاد التضخم النقدي وانخفضت قيمة الريال. الحكومة وفي معالجاتها لهذا الانهيار أقرت إجراءات عدة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية، ودشن البنك المركزي بالتعاون مع جهات الضبط القضائي حملة واسعة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخص لها في عدد من المحافظات المحررة. غير أن ذلك لا يحل المشكلة بحسب اقتصاديين، لأن هذه الإجراءات تعمل على تأجيل الانهيار ولا توقفه بشكل تام طالما استمرت الإيرادات السيادية للبلد كالنفط والغاز دون تشغيل. يعد استقرار العملة اليمنية وإحياء الاقتصاد مرهونا بشكل مباشر بوقف الحرب وإعادة عجلة الدورة الاقتصادية إلى ما كانت عليه، ودون ذلك سيظل التدهور مخيما على كل أشكال الحياة. إذن مشاهدينا نسأل النقاش، وينضم إلينا السيد محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني. دكتور مساء الخير. سرور. أهلا بك دكتور. يعني مشاكل عديدة تواجه العملة المحلية وصلت إلى انهيار غير مسبوق، إذا ما تحدثنا عن الأسباب، ما هي الأسباب التي خلقت هذا الانهيار؟ كما نكرر باستمرار، هناك أسباب رئيسية، أسباب أساسية، وهناك أسباب ثانوية تؤدت إلى هذا التدهور في هذا الوقت بالذات. نعم. من الأسباب الرئيسية طبعا كما ذكر التقرير وكما نكرر دائما هو الانقلاب ثم الحرب، وهذا أدى إلى توقف الصادرات من السلع والخدمات، وبالذات توقف تصدير البترول والغاز والسلع المختلفة الأخرى. هناك صعوبات كبيرة في تصدير السلع الأخرى مثل الأسماك، مثل البن، مثل العسل، مثل الخضار والفواكه. نعم. وهناك أسباب أخرى، يعني هي أسباب طارئة. عادة في مثل هذه الأوقات لا يكون هناك تدهور كبير في شهر أغسطس، عادة يأتي المغتربين إلى اليمن فيتوفر فيها العملة، ولكن هناك أسباب طارئة حصلت في تقديري، أن هناك علاقة غير عادية، يعني أقدر أقول أن هناك توقف للدعم الذي تقدمه إيران إلى الحوثيين. هذا التوقف للدعم أدى إلى هذا التدهور بالذات، يعني نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة جداً في إيران، ونتيجة لتدهور سعر صرف العملة الإيرانية، هذا التدهور أدى إلى توقف الدعم الذي يقدم للحوثيين،
والذي يقدم عادة بالدولار وبالسلع المختلفة. هذا التدهور هو الذي سبب الموجة الحالية من التدهور. نعم. أما السبب الأساسي فكما قلنا هو توقف الصادرات ومن السلع والخدمات أيضا إلى الخارج. طيب دكتور، إذا ما تحدثنا عن المعالجات، يعني ما هي الممكنات أمام الحكومة لإيقاف هذا الانهيار؟ وهل يعني نعتبر أن الحكومة قد يعني استنفذت كل الوسائل في مسألة المعالجات، أم أنها يعني لم تقم بالدور المطلوب حتى الآن؟ المعالجات هناك ثلاثة أنواع عادة من المعالجات. في البداية إذا كان التدهور يعني عادي، نعم، هي بيكون معالجات نقدية ويقوم بها البنك المركزي، والبنك المركزي حتى الآن لم يستنفذ الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها. إذا لم يتوقف التدهور كنتيجة للإجراءات النقدية، فيجب الاتجاه إلى إجراءات مالية، وهو الشكل الثاني من أشكال العلاج. وإذا لم يتوقف بعد استخدام الإجراءات المالية، على الحكومة أن تنتقل إلى الإجراءات التجارية أو اللي يسمها الإجراءات الإدارية. إلى الآن لا تزال الحكومة تستخدم الإجراءات النقدية، وهذه الإجراءات النقدية تمثلت في الحزمة من الإجراءات التي استخدمها البنك المركزي، ونحن لا نستطيع أن نحكم عليها الآن، تحتاج إلى أسبوع إلى أسبوعين للانتظار لنرى ما هي النتائج. إذا توقف التدهور المتسارع خلال هذه الفترة بسبب الإجراءات النقدية، فإننا لسنا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات مالية، لأن الإجراءات المالية تكون أقسى. وإذا اضطرت الحكومة ولم تفيد الإجراءات النقدية وكذلك الإجراءات المالية، فعليها الانتقال إلى الإجراءات التجارية، وهي آخر أنواع الإجراءات، وهي إجراءات إدارية تتمثل في الحد من الواردات. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي دكتور، أشرك معنا في الحديث المحلل المالي أو عفوا الخبير المالي والاقتصادي السيد عبد الباسط الصبان، سينضم إلينا من بريطانيا. سيد عبد الباسط مساء الخير. أهلا عزيزي، مساء النور. أهلا بك. إذا ما تحدثنا عن الانعكاسات المباشرة سيد عبد الباسط على المواطنين بعد هذا الانهيار في العملة المحلية، ماذا يمكن القيام به من أجل التخفيف من هذا التدهور الحاصل؟ طبعا التدهور الحاصل هو ليس وليد اللحظة، كما ذكر الضيف أنه بسبب الحرب بالمقام الأول، ولكن هناك أسباب أخرى أدت إلى هذا الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية. طبعا أهم الأسباب فيها هو أن الفترة التي أعلن فيها عن أن اليمن استلمت أو البنك المركزي استلم الوديعة السعودية وتم إيداعها في حسابه في أبريل، صار هناك نوع من الاستقرار في سعر الصرف، وهذا بسبب العامل النفسي أولا، إضافة إلى أنه كان هناك العديد من التجار لديهم اكتفاء ذاتي من المواد والسلع الأساسية، وبالتالي لا يوجد طلب على الدولار لغرض الاستيراد من الخارج. في الأسابيع القليلة الماضية يبدو أنها استنفذت هذه المواد الغذائية، وأصبح التجار بحاجة إلى الاستيراد، وإضافة إلى تجار النفط، لأنه كما من المعلوم أن تجارة النفط أصبحت معومة في اليمن، وبالتالي من حق القطاع الخاص أن يتاجر في موضوع النفط. إضافة إلى ذلك أيضا أن البنك المركزي كان قد أعلن أنه سيقوم بسياسة دعم السلع من خلال دعم 5 سلع أساسية، وأنه سيطلق هذه السياسة من خلال الاعتماد على الوديعة السعودية ودعم السلع، بحيث أن التاجر يقوم بشراء السلع الأساسية من البنك المركزي بسعر محدد أو سعر موازي لسعر السوق، مثلا 470 أو أي سعر أقرب إلى هذا حسب السياسة التي سيطبقها البنك المركزي. طالما أن السعر ارتفع كما ذكرت في سؤالك، فهذا بالتأكيد سيؤدي على إلى ارتفاع الأسعار الغذائية بشكل مباشر، وينعكس دوره على المواطنين بشكل. طيب سيد عبد الباسط، إذا ما أتينا للحديث عن إجراءات الحكومة في هذا الجانب، يعني هل الإجراءات كيف تنظر إلى هذه الإجراءات؟ يعني هل هي إجراءات مناسبة لما وصل إليه الوضع في العملة المحلية؟ أولا إجراءات الحكومة، أنا أختلف مع الضيف الكريم حيث أنه يقول أن هناك إجراءات سوف يكون أثرها على مدى أسبوع أو أسبوعين. أنا أعتقد أن أي إجراء تقوم به الحكومة أو البنك المركزي في الوقت الحاضر سيكون عبارة عن علاج مؤقت،
فقط لاستقرار سعر الصرف ضمن مدى معين، وبالتالي سيعاود الارتفاع من جديد. وأنت تلاحظ أنه منذ بداية الحرب أن سعر الصرف كلما ارتفع إلى قيمة معينة مهما كانت الإجراءات لا يمكن أن يعود كما كان. نعم. بمعنى أنه لا يمكن أن يعود سعر الصرف الآن إلى ما قبل 500 ريال، سوف يستمر على هذا الارتفاع أو يتم وضعه بهذا السعر الذي بلغ تقريبا 540. إجراءات الحكومة في الوقت الحالي والبنك المركزي هي من خلال إغلاق محلات الصرافة على ما يبدو، إضافة إلى أن هناك بعض الإجراءات لا ندري عنها، ولكنه يعلن أن البنك المركزي سيقوم بحزمة من الإجراءات. إغلاق محلات الصرافة على سبيل المثال، أنا لا أعتقد أن هذه خطوة مجدية، بالذات إذا كانوا صرافين مرخص لهم بالعمل. إذا قام البنك المركزي بإغلاق محلات الصرافة الغير مرخصة فهذا إجراء سينعكس أثره بشكل إيجابي، لكن إغلاق المحلات التي لديها ترخيص هذا سيفاقم من الأزمة. والصرافين طبعا لديهم أدوات كبيرة جدا من التعامل مع التجار من خلال العمل حتى من البيوت، حتى في الواتساب أو الاتصالات ممكن أن يتعامل مع التاجر ويوفر له الدولار أن يأتي إلى بيته أو من خلال الشقة خارج البيت. فالموضوع ليس صعب، الموضوع ليس مقتصر على إغلاق محل الصرافة وبالتالي سيهدأ الدولار، سيعود الارتفاع نعم. الجديد. إذن تكرم البقاء معي سيد عبد الباسط. أعود لضيفي محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني. دكتور، يعني باعتقادك ما هي الأسباب التي لا تسمح للحكومة اليمنية في إعادة تشغيل الموارد النفطية وغيرها؟ الأسباب الرئيسية هي الحرب، نحن لا نزال في مرحلة حرب، التأمين على النغل مرتفع، دخول الشركات من أجل إعادة الإنتاج مرتفع، هناك صعوبات أمام بترومسيلة، شركة بترومسيلة التي تقوم بإنتاج البترول المحلي محلياً، وهناك مشكلات كبيرة في التقطع للطرقات، هناك مشكلات كبيرة لا تحصى، هي ناتجة عن الحرب وعن الانقلاب. هناك أيضاً مشكلة كبرى وهي عدم وجود مركز واحد لاتخاذ القرارات، بالذات القرارات النقدية والقرارات المالية، فلا يزال البنك في صنعاء يمارس جزء من مهام البنك المركزي، هو لا يزال البنك المركزي في صنعاء يصدر شيكات بدون رصيد لصالح الحكومة، ولا يزال يرفع من الدين العام. كل هذه المشكلات تمنع الحكومة من التصدير. طيب، لكن دكتور هناك مناطق نفطية يعني حررت منذ ما يقارب 3 سنوات، يعني وما زال يعني مسألة التعذر بالحرب قائمة حتى الآن، يعني هنا الخلل في الحكومة وإعادة ضبط الوضع وسيطرتها على هذه المناطق وعلى المناطق المحررة بشكل كامل حتى تتمكن من العمل بشكل صحيح. ربما اليوم الحرب لم تعد هي المشكلة بقدر ما هي المشكلة في الحكومة. المشكلة إنه القرارات الدولية 22/16/5151/551 كل هذه القرارات تنطبق على اليمن بشكل عام، لا تفرق ما بين منطقة فيها حرب ومنطقة فيها سلم، يعني هذا التفريق حتى الآن غير موجود. نعم. بما فيها الإجراءات المالية المتخذة ضد كل البنوك، ضد كل المؤسسات المالية، يعني هذه الإجراءات هي مطبقة على اليمن بشكل عام ولا تخضع فقط للمناطق التي فيها حرب والمناطق التي ليست فيها حرب. هذا بالإضافة إلى إشكالية كبيرة هي الإشكالية الأمنية التي تمنع الحكومة من اتخاذ قرارات. كذلك هناك نقطة أساسية بأن الحكومة حتى الآن لم تبني لها جهاز إداري مكتمل في العاصمة المؤقتة عدن، وبالتالي فإن هناك ضعف كبير في عملها ونشاطها. نعم. هذا الضعف الكبير يؤثر بالتأكيد على استفادتها من تحرر المناطق. يعني هناك مشكلات كبيرة، مشكلات بسبب الحرب، هناك مشكلات بسبب التقصير في عدم وجود أجهزة إدارية، هناك مشكلات لا حصر لها، هذه المشكلات كلها تعرقل عمل الحكومة في اليمن. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا دكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر المحلل المالي والاقتصادي سيد عبد الباسط الصبان. سيد عبد الباسط، إذا ما عدنا على للحديث عن النقطة الأساسية التي دائما ما يرجعها البعض وهي الحرب سبب في وراء كل ما يحصل من تدهور للعملة،
يعني في مسألة بعض الإجراءات التي يفترض أن تكون قد اتخذت من الحكومة وبالتحديد في المناطق المحررة هي ستشكل جزء كبير من الحل، وهنا دائما ما ترجع الحكومة السبب في أن الحرب وتبعاتها هي من تعيقها حتى اللحظة، بينما الفترة 3 سنوات هي كافية في أن تعيد ترتيب أولوياتها. طبعا أنا أتفق معك إلى حد كبير في هذا الموضوع. على الحكومة وعلى البنك المركزي في عدن أن تقوم بعمل إجراءات واضحة ومدروسة للحد من الارتفاع المتضارع في العملة. أي نعم الحرب أثرت بشكل مباشر على ارتفاع العملة، ولكن البنك المركزي في عدن والحكومة لم يقوموا بالدور المطلوب. المشكلة في البنك المركزي أنه تم نقله قبل 2 سنوات من الآن، ولكن لم يحقق أي نجاح ملحوظ إلا خلال الفترة التي من شهر فبراير إلى الآن، تقريبا 5 شهور أو 6 شهور بالكثير، حيث كان هناك استقرار نسبي في أسعار الصرف. هناك مشكلة كبيرة جدا قامت بها الحكومة مؤخرا، وهي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الصرف إضافة إلى الأسباب الأخرى، وهي طباعة ما يقارب 60 أو 80 مليار ريال، هي وصلت إلى عدن قبل أيام. هذا الموضوع يعني سيساهم في ارتفاع سعر الصرف بشكل كبير جدا، نظرا لأنه لا يوجد لدينا احتياطات في الخارج. الاحتياطات الآن هي فقط 2 مليار و 700 مليون دولار، وهي ال 2 مليار التي أودعتها السعودية إضافة إلى 700 مليون التي تبقت من الاحتياطي السابق. قيام الحكومة بطبع مبالغ مهولة لسد مشكلة الرواتب ستسبب كارثة على موضوع العملة، وستغرق البلد في كارثة اقتصادية. أنا أعتقد أن الحكومة يجب أن توقف عملية الطبع فورا وتقوم باستخدام أساليب أخرى تحد منها من الارتفاع من الأسعار، مثلا على سبيل المثال توريد كافة الإيرادات التي تحت منطقة سيطرة المناطق الشرعية التي تخضع لسيطرتها إلى بنك مركزي واحد وبنك عدن. مثلا هناك مناطق كثيرة لا تورد إلى البنك المركزي في عدن، إضافة إلى الضغط على المبعوث الأممي أو المجتمع الدولي على العمل على تحييد عمل البنك المركزي، لأن البنك المركزي الآن أصبح بنك في صنعاء وبنك في عدن، وكل بنك لديه أدواته السياسية النقدية الخاصة، وقد تتضارب في كل الأحوال ويؤدي إلى انهيار الأدفاع المصرفي ككل، كون أن البنوك موجودة في صنعاء والمؤسسات أقصد فروعها الرئيسية موجودة في صنعاء إضافة إلى فروعها الموجودة في عدن. هناك نقطة مهمة أيضا أدت إلى ارتفاع سعر الصرف، وهي عدم تعامل الحوثيين ورفضهم قبول العملة المطبوعة حديثا مع أنهم قبلوها سابقا. هذا أدى بدوره إلى ارتفاع العملة أيضا وإلى وجود ضغط. هناك إجراءات كثيرة جدا يجب أن تقوم بها الحكومة، ولكن دورها إلى الآن ليس بالشكل المطلوب. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا المحلل المالي والاقتصادي السيد عبد الباسط الصبان، كنت معنا من بريطانيا. أرحب بضيفي من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزوبا. دكتور مساء الخير. أهلا بك دكتور. ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا التدهور الكبير الحاصل في العملة المحلية؟ يا سيدي احنا حدثنا قبل هذا اللقاء ووضحنا انه هناك سببين رئيسيين حول رفع الظهر، وهو السبب الرئيسي الاول هو عدم وجود العمله الصعبه او ما يسمى بإرادة الدوله من العمله الصعبه، مما جعلها يعني العرض اقل من الطلب. ايضا موضوع التحويلات الماليه التي تاتي من الخارج لديها النظامين الان يقوم الشهر النظام المالي الموازي الذي خلقته جماعه الحوثي. هذا اعتقد السببين الرئيسيين والذي يجب على الحكومه ان تتخطاهم وتتعداهم الى حلول جديده. اعتقد انه اهم حل في الموضوع والذي سوف يخرج الوضع الى وضع افضل وحل اسعافي، ولا يجب ان احنا نطول في الموضوع، وهو تصدير كميات من النفط المثيله. النفط المثيله الان هو المتاح للدوله كي تحصل على ايرادات من العمله الصعبه، وبالتالي سوف تحقق توازن على الطلب الدولار في السوق. هذا الحل الاول. الحل الثاني انه يجب على الدوله ان تعمل مع البنك المركزي في عدن على استلام كل تحويلات المغتربين من الريال السعودي
يتحولوا الى البنك المركزي ومن ثم الى السوق الموازيه او الى الصرافين، ويقوم تسليم تلك الاموال ولو مرحليا بالريال اليمني بسعر التعويض المستحق في السوق. اذا استطاعت الدوله ان تقوم بهذا الدور فانا اعتقد انه سوف يتم الحل ثالثا، وهو حل اجرائي سريع يجب التخلص من كل العمله اليمنيه الموجوده في السوق وهي العمله القديمه التي ادخلها الحوثي من جديد الى التعامل، وهي اكثر من حوالي نص تريليون ريال يمني كانت على وشك ان يتم حرقها. يجب الان ان يوضع خطه وقرار على مدار شهر الى شهرين لتجميع تلك الامكانيات، وايضا الزام كل التعامل في وخصوصا بالمشتقات النفطيه والمشتقات في المناطق سيطره الحكومه على تلك المواد، الزام كل التجار باحباط يعني عمله جديده من المطلوعه الجديده من الجديد. نعم. حتى يتسنى للبنك المركزي التخلص من كميه التضخم الهائله جدا الذي ادخلها الحوثي الى السوق بدون وجه حق. نعم، اذا جميل، حلول جيده دكتور، ولكن انت كيف تنظر الى ما اتخذته الحكومه حتى الان؟ يعني أكبر خيار اتخذ حتى الآن هو مسألة إغلاق محلات الصرافة، هل يمكن القول أن هذا الإجراء سيعمل على الحيلولة دون التدهور الأكثر للعملة؟ هذا عندنا بالملك كلام بإحساس، يعني صح هناك سوق موازية وسوق موازية لها دور، ولكن أنت ما تجد السوق الكل سوق القلم والورقة يشوف تأثير السوق الموازية وعملية الصرافة والمتأجرة بالريال اليمني، ستجد أن الموضوع لا يتعدى من 10 إلى 15% كالمؤثر على تغيير سعر العملة. ولكن الأساس 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 الذي بعد يسمع ذلك الكلام من دور يسمع ذلك الزمام ويسمع ذلك هذا الكلام وهذا أقول هذا الكلام وما يتحملوا مسؤولية، يجب أنهم يسمعوا هذا الكلام، يجب أنكم يا جماعة تفطروا النفط المثيلة، يجب أن تدخل كميات نفط المثيلة وهي حوالي 80 إلى 90 ألف برميل يوميا إلى خزينة الدولة، وهي بالعملة الصعبة سوف تؤدي إلى حوالي 70-80 مليون دولار يوميا. هذا المبلغ سوف يعمل على فرملة ولم يعيد السعر كما كان، سوف يفرمل فقط، سوف يفرمل عند 550، وأنا أقول الليلة سوف يفرمل عند فقط عند 550. اما اذا استمرت وهذا سوف يسقط اخر السنه سوف يصل الى 600 قدر ما يتجاوز، كما قلت انا هذا الكلام قبل سنتين قلت لكم انه سوف يصل الى 250 وسوف يصل الى 350 وسوف يصل الى 450 وسوف يصل الى 500 والان ها هو 500. هذا الكلام انا سبق وشرحته في عده محاور وفي عده لقاءات مع القنوات الفضائيه. اقول من جديد الحكومه اليمنيه تتحمل مسؤولية سوق الدولار، إذا لم تسطر كميات النفط المتاحة بالمسيرة حتى تجد هناك مبالغ من الإيرادات بالعملة الصعبة تعمل توازن في السوق، فلن يجدي كل الحلول عبارة عن لعب عيال ومهزلة وضحك على الدخول. نعم. طيب دكتور، في مسألة الوديعة السعودية، يعني كثر الحديث حول هذه الوديعة، وربما من يصفها الكثير بأنها المنقذ لمسألة العملة اليمنية والاقتصاد اليمني، وما نلاحظه أن الوضع يذهب إلى الانهيار أكثر وأكثر. موضوع الوديعة يا سيد الناس يا شعب اليمن هو عبارة عن موضوع يسمى مكافئ مالي لفرملة الانهيار فقط، بمعنى انه السعوديه تضمن الريال المالي بسعرها الموجود، ولن واي تعامل سوقي دولي مع الريال اليمني فان الوديعه السعوديه سوف تضمن. هذا ما يعمله الان الوديعه السعوديه هي عباره عن ضامن وليست عمله للتحرير، عمله للتحرير لم تاتي الا من ايرادات الحكومه اليمنيه نفسها، لكن هذا الذي الان يتم كوديعه، وديعه يجب ان يلوم الناس جميعا، الوديعه هي عباره عن ضامن فقط، ضامن فقط للامكانيات الماليه او للقوه الشرائيه الذي يجب على العالم ان يتعامل معها على اساس ان اليمني مضمون من خلال الوديعه السعوديه فقط. اما ما يتم من عمليه العرض والطلب فلابد ما تغطيها الحكومه اليمنيه من خلال ناتجها، إذا ما في شيء يعني ناتج حكومي معناها أنهم يغلقوا ويروحوا، يعني ما في دولة،
يعني ما فيش امكانيه يعني عندك حاجه اسمها كذا يعني الدوله الامريكيه عندها نظام ليس له والي وليس له ضامن والبنوك العالم يتعامل معه وبالتالي سوف يسقط وبالتالي قيمه الشراء هي سوف تنهار. ونحن نقول انتاج النفط في اليمن هو الحامل الوحيد لقضيه العمله اليمنيه بمعنى انه سوف يعطيها قوه شرائيه وسوف تستطيع ان تعمل الحكومه على عرض الدولار في السوق والمبالغ هي التي تحددها. صحيح انها لن تعيد الى مبالغ ما كان يعني 210 او 350 او ما شابه ذلك 400 او 450 ولكن على الاقل سوف نفرمنا عند هذا الحد. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزوبة، كنت معنا من القاهرة. وفي الختام مشاهدينا أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا من بريطانيا المحلل الاقتصادي عبد الباسط الصبان، والشكر أيضا لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حلبوب، نشكره كثيرا. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.